فريق أكوندا. 99.6 الفرع العلمي. الفرع العلمي. كانت فرحة كبيرة يعني جد، يعني نشكر الله على هاي النتيجة جد، يعني بعد تعب طويل الحمد لله. يعني بهالحدود الحمد لله. والله يعني رتبنا برنامج أنا وأخوي، يعني بحب أشكر كل عيلتي اللي كانوا واقفين جنبي وكلهم يعني ساعدوني، وخاصة أخوي بوجه له شكر لأنه عنده تجربة قبل سنتين كان توجيهي، فساعدنا بعض وعملنا برنامج ومشينا عليه الحمد لله. كيف كانت دراسة في كورونا؟ والله يعني كانت دراسة صعبة يعني أونلاين مدرسة وهيك، بس الحمد لله يعني الله يبارك فيك. بشار كاكوندا والد الطالبة تاليا، طبعا احنا مبسوطين كثير بالنتيجه، يعني كنا متوقعين نجيب علامه عاليه بس 99.6 ما كناش متوقعينه، وهذه فرحه كثير كبيره وان شاء الله فرحه لكل الناجحين. هلا هي مش متاكده بكثير، بس يا اما بدها يعني ممكن دكتور صيدله او طب او طب اسنان، يعني بهالاتجاهات راح حابه تدرسها ان شاء الله. الله يبارك فيك. سجدوا له 81.4. يعني منيحة، يعني كنت متوقع أكثر بس الحمد لله على كل حال. شو أول رد فعل اللي كان؟ أول حدا ركبت عليه؟ أمي، يعني عيطت شوي. كنت متوتر رقم أي ساعة رجعت؟ على 10 ودكيكة يمكن. شو أول رد فعل كان؟ أول شيء عيطت بس. شو فكرت؟ ترجمة. عفوا.